Messi, Messi salta, golazo, golazo, Neymar, Charles Mar, Neymar, salió. مشاهدنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم الرياضة اليوم، والذي نناقش من خلاله أبرز الأحداث الرياضية في العالم. لكن قبل أن نبدأ حلقة اليوم، هذه أبرز العناوين. اليابان وإيران يتأهلان لنصف نهائي كأس آسيا بكرة القدم. مواجهتان مصيرتان لقطر والإمارات في ربع نهائي الأمم الأسيوية. تشرين يكتسح جاره مصفات بانياس ويبلغ ربع نهائي كأس سوريا. مساء الخير مشاهدين الكرام، مساء الخير سومر. مساء الخير. أنهى المنتخب الياباني مغامرة نظيره الفلبيني في كأس الأمم الأسيوية بالفوز عليه بهدف دون مقابل في افتتاح مباريات الدور ربع نهائي البطولة. فعلى أرضية استاد آل مكتوم في دبي الإماراتية، واصل المنتخب الياباني مسلسل انتصاراته، فبلغ الدور قبل النهائي من البطولة الأسيوية بعد تحقيق الانتصار على المنتخب الفيتنامي. سجل المنتخب الياباني بالشوط الأول هدفا ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الحكم الفيديو الفار، ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي شوط الحفرة الثانية دخل ساموراي بقوة فتمكن من الحصول على ركلة جزاء بعد عودة الحكم الإماراتي محمد عبدالله لتقنية الفار ليترجمها بنجاح ريس رضوان إلى هدف الفوز لليابان بحلول الدقيقة 57. وفي المباراة الثانية بالدور ربع نهائي نجح المنتخب الإيراني في تجاوز المنتخب الصيني بعد مباراة مثيرة، وخاصة من طرف المنتخب الإيراني الذي دك شباك الصين 3 مرات. افتتح باب التسجيل مهدي طارمي في الدقيقة 18، ثم أضاف سردار أزمون الهدف الثاني في الدقيقة 31، واختتم كريم أنصاري أهداف المنتخب الإيراني في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز مستحق للمنتخب الإيراني الذي ضرب موعدا في الدور نصف نهائي البطولة الأسيوية مع المنتخب الياباني. المنتخب الياباني يستمر بنتائجه الإيجابية ويقطع تذكرة العبور لنصف النهائي كأول منتخب يصل إلى نصف النهائي بانتصاره على فيتنام. نعم، هو فوز وانتصار مهم ولكنه باهت جدا. فوز الساموراي على التنين الذهبي بشق الأنفس، هدف جاء من ركلة جزاء. طبعا هناك هدف أيضا ألغاه الحكم الإماراتي بعد اللجوء إلى تقنية الحكم الفيديو، هذه التقنية التي تستخدم اليوم لأول مرة في تاريخ الكرة الأسيوية، حدث بارز كروي باستخدام تقنية الحكم الفيديو المساعد VAR، هي تقنية جيدة واستطاع من خلالها المنتخب الياباني العبور إلى الدور نصف النهائي. نعم، طبعا التقنية أنصفت المنتخبين، أنصفت منتخب اليابان، عفوا منتخب فيتنام، عندما لم يحتسب الحكم هدف اللي سجله المدافع يوشيدا بيده في المرمى، وأنصفت أيضا منتخب اليابان باحتساب ركلة جزاء سجل منها دوان الهدف الوحيد للمنتخب الياباني. منتخب فيتنام أيضا الحقيقة قدم مباراة مقبولة نوعا ما باعتباره أنه عم يلعب مع زعيم الكرة الآسيوية. نعم، ليست مقبولة فحسب، بل تفوق على نفسه وأحرج سيد آسيا، السيد القارة الآسيوية، كان قريبا إلى تحقيق التعادل وكاد أن يحرج
في أكثر من مناسبة سيد آسيا، كان قريبا إلى تحقيق التعادل، ولكن في النهاية خبرة اليابانيين وحنكتهم في هكذا مباريات. نعلم ما هو الفارق بين الكرة اليابانية والكرة الفيتنامية، هذا التنين القادم بقوة إلى القارة الآسيوية. الشتان ما بين فيتنام سابقا وحاليا، فيتنام تلعب كرة جميلة ورائعة وأحرجت في كثير من الأحيان سيد القارة الآسيوية. طبعا النتائج لم تكن مرضية للمنتخب الياباني باعتبار كما تحدثنا هو من الفرق الكبيرة في آسيا، يعني نتائجه كلياتها إذا بتلاحظ عبد الجبار منذ بداية مشاركته بالبطولة لمباراة اليوم بفارق هدف وبصعوبة بيربح. نعم، حقق الفوز على المنتخب السعودي في الدور الثاني بهدف، وحقق مع أن السعودية كانت أفضل على المنتخب. طبعا دائما الغلبة كانت بفارق هدف، ولكن المهم هو العبور إلى نظرية المنتخب الساموراي، هو العبور إلى الدور التالي بأقل مجهود وبفوز تجاري كما نسميه في عالم كرة القدم، فوز تجاري للمنتخب، ولكنه في نهاية المطاف بلغ نصف نهائي البطولة الآسيوية. طيب الفوز التجاري اللي عم تتحدث عنه والعبور، هل سيسعف المنتخب الياباني بلقاء أمام إيران؟ هذا ما سنشاهده في المباراة المقبلة، ستكون مباراة مدوية بكل المقاييس. سيتوضح هل الكمبيوتر الياباني قادر على إيقاف الخطر، خطر طبعا سنتحدث عن المباراة بالتفصيل، لكن المنتخب الياباني يكبر دائما مع الكبار. نعم، ننتقل للمباراة الأخرى اللي حقق فيها المنتخب الإيراني انتصار عريض على منتخب الصين بثلاثية. نعم، المنتخب الإيراني كان سعيدا جدا بهدايا المنتخب الصيني، 3 أخطاء دفاعية حدثت مع التنين الصيني، استفاد منها المهاجمون الإيرانيون وسجلوا 3 أهداف، وكان نجم المباراة هو سردار أزمون الذي تابع الكرة المعادة تابع حتى تفوق على الدفاع الصيني واستحصل منه الكرة ومررها إلى زميله ليحقق الهدف الأول، وفي المرة الثانية هو الذي سجل الهدف ليصبح لديه 4 أهداف. سردار أزمون كان أثبت علو كعبه بين مهاجمي القارة الآسيوية. طبعا منتخب إيران مولع بالبطولة، أقوى هجوم في البطولة هو هجوم منتخب إيران ب12 هدفا، وأقوى حتى من أقوى الدفاعات، لم يتعرض مرمى لأي هدف. بهذه الإحصائيات والنتائج ممكن نشوف منتخب إيران بطل آسيا؟ من الممكن، لكن لن نستعجل الحديث، هناك مباراة صعبة جدا مع اليابان. اليابان ليست كالصين، لكن اليابان يعني أداء عبد الجبار حقيقة لم يكن بذلك الأداء اللي بتنتظره الجماهير اليابانية. فعلا هذا الأداء الباهت، لكن في كل مباراة اليابان يتفوق على غريمه باستثناء مباراة السعودية، فعلا الأخضر السعودي كان متفوق على المنتخب الياباني، ولكن المنتخب الياباني حقق العبور بأقل مجهود. نعم، المنتخب الصيني، خلينا نحكي شوي عن المنتخب الصيني، رغم أنه بيقوده مدرب عريق وله تاريخ كمارتشيلو ليبي، إلا أنه اليوم تعرض لخسارة ثقيلة بالثلاثة أمام إيران. اليوم بالمناسبة مارتشيلو ليبي أعلن نهاية مشواره مع المنتخب الصيني رسميا قال اليوم انتهى مشواري، وكان يمني النفس بأن يكون نهايته سعيدة مع المنتخب الصيني، قال لكن لا أتحمل مثل هذه الأخطاء، فعلا أخطاء فادحة من الدفاع الصيني، أخطاء كثيرة، 3 أخطاء 3 أهداف. يعني فعلا شيء غريب عبد الجبار، يعني الصين جابوا لهم أفضل مدرب من أفضل مدربين العالم، ودعموا الدوري الصيني بكافة النجوم ودعم مادي وكذا، بتشوف الكرة الصينية لا زالت الحقيقة لا تستطيع الوصول إلى مستوى منتخبات كإيران وكوريا وأستراليا وحتى السعودية. المنتخب أتوقع في دورة 2007 2004 كان المنتخب الصيني تفوق على الإيراني، ولكن بركلات جزاء الترجيحية عبره، ولكن لم يحقق الفوز على المنتخب الإيراني في تاريخه. يعني المنتخب الإيراني يده عليا دائما على الصين. نعم، لم يحقق الفوز على المنتخب، لكن تخطاه بركلات جزاء، وتاريخيا لا تعتبر ركلات جزاء فوز في عالم كرة القدم. أيضا الحقيقة مباريات جميلة ومثيرة، بنهاية المطاف اليابان والإيران صعدوا للدور المقبل. ننتقل عبد الجبار للحديث عن نتائج مباراة، عفوا عن تقديم مباراة يوم الغد بالبطولة الآسيوية، ولكن بعد الفاصل. تستكمل يوم الغد
تستكمل غدا الجمعة مباريات الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الآسيوية بكرة القدم بإقامة لقاءين، يجمع الأول بين كوريا الجنوبية وقطر والثاني بين أستراليا والإمارات. فثل المباراة الأولى سيكون العنابي القطري أمام اختبار حقيقي بمواجهة الشمشون الكوري الجنوبي، ويسعى المنتخب القطري لبلوغ الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه في البطولة، لكن ذلك لن يكون سهلا بمواجهة العملاق الكوري الجنوبي الساعي للقبه الثالث في المسابقة والأول منذ 59 عاما. وفي المباراة الأخرى يلاقي المنتخب الإماراتي منتخب أستراليا حامل اللقب في مباراة صعبة على الأبيض الإماراتي، ويدخل زملاء النجم علي مبخوت اللقاء بدعم جماهيري كبير. من المنتظر أن يملأ جنبات استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، والذين سيكون لهم الدور الأكبر في حال تمكنوا من الفوز على المنتخب الأسترالي، فيما يسعى الأستراليون لتخطي عقبة أصحاب الأرض سعيا منهم للحفاظ على اللقب الذي أحرزوه منذ 4 سنوات في البطولة التي استضافتها أستراليا على أرضها. اليوم تعرفنا على فارسي نصف النهائي أو ضلعين من المربع الذهبي لكأس الأمم الأسيوية، المنتخبان الإيراني والمنتخب الياباني. غدا ستتواصل مسيرة الأمم الأسيوية، غدا سنعرف ضلعي المربع الذهبي الآخرين من 4 منتخبات، هما قطر وكوريا الجنوبية والمنتخب الإماراتي والأسترالي. طبعا نبدأ بمباراة قطر وكوريا الجنوبية، اختبار حقيقي لمنتخب قطر والاستعدادات منتخب قطر بمواجهة منتخب كوريا الجنوبية. مع احترامنا لكل المباريات اللي لعب المنتخب القطري، لكن انك تلعب امام منتخب كوريا الجنوبية فعلا هو اختبار سيكون حقيقي لمدى جاهزية واستعداد منتخب قطر. نعم، المنتخب القطري كما سبقنا وذكرنا، المنتخب القطري استعد بشكل مذهل لهذه البطولة الأسيوية. طبعا لديه كل الحق في أن يستعد ببرنامج تحضيري مدروس وعلمي من المدرب شانسيز الإسباني، طبعا شانسيز الذي قام بدراسة المرحلة المقبلة، حتى أن المنتخب القطري لن يكتفي بذلك تحضيرا لكأس العالم، بل سيشارك في كوبا أمريكا الصيف المقبل في البرازيل، يعني بالإضافة لليابان بعتقد. بالإضافة، المهم المنتخب القطري سيكون سيشارك في بطولة كوبا أمريكا في البرازيل ببطاقة دعوة، يعني المنتخب القطري طموحه كبير، يفوق البطولة الأسيوية، يفوق. يريد المسؤولين عن الكرة القطرية أن يظهر هذا المنتخب بصورة مشرفة في مونديال قطر 2022، لذلك استعداد مذهل. تغلب على المنتخب السويسري المدجج بالنجوم. المباريات الاستعدادية بعتقد يعني لا تعطي صورة عن حقيقة المنتخب عبد الجبار. مع ذلك أن تفوز على الإكوادور فريق حتى في مباراة ودية تفوز على الإكوادور من الفرق العريقة في في القارة الأمريكية الجنوبية التي تعشق كرة القدم حتى جنون، وأن تفوز على فريق شيردان شاكيري المنتخب السويسري الذي كان له صيحة مدوية في المونديال الأخير، يعني نتائج مذهلة، استعداد مذهل للمنتخب القطري، وهذا نتاج ما زرعه سانشيز حتى الآن. طبعا غدا سيكون الاختبار الحقيقي لمنتخب قطر. خلينا نقول من حيث الأرقام عبد الجبار، منتخب قطر مولع بالبطولة، ثاني أقوى خط هجوم بعد منتخب إيران برصيد 11 هدفا، ومهاجمه المعز عبد الله لاعب نادي الدحيل يتصدر الهدافين، المعز علي عبد الله يتصدر الهدافين برصيد 13 هدف. هل ستسعف هذه الأرقام كلها منتخب قطر بمواجهة الشمشون؟ المعز علي لديه رصيده 7 أهداف فقط، ليس 13 هدف، لا 7 أهداف فقط. سجل حتى الآن 7 أهداف، وبحاجة لهدف واحد حتى يصل إلى الرقم القياسي المسجل باسم الإيراني علي دائي الذي سجله في عام 96. إذن المعز علي طبعا هو نجم واعد وكبير، ويلعب في الدوري القطري ويحقق الأهداف الرائعة فعلا حتى الآن. نعود إلى المباراة ستكون قوية جداً
بين فريقين قويين. المنتخب القطري استعد بشكل جيد والمنتخب الكوري لا ينقصه التعريف أصلا. خلينا ننتقل للمباراة الأخرى بين الإمارات وأستراليا. منتخب الإمارات صاحب الأرض صاحب الجمهور، رغم أنه الحقيقة تأهل كان قيصري على حساب كيرغيزستان، إلا أن مواجهة أستراليا تختلف جذريا عن مواجهة كيرغيزستان. هل يعني سيكمل علي مبخوت وزملائه مشوارهم الناجح في البطولة؟ بصراحة مواجهة صعبة. الكلام الذي قلناه عن اليابان العروض الباهتة ولكن التجاوز قليلا ينطبق على المنتخب الأبيض الإماراتي صاحب الضيافة. المنتخب الإماراتي لم يقنع حتى جماهيره حتى الآن. نعم، المنتخب الأسترالي طبعا واجه المنتخب الإماراتي 3 مرات رسميا، وكان الانتصار بال3 مرات لمنتخب أستراليا. بتصفيات كأس العالم الماضية 2018 بالدور النهائي فازت أستراليا ذهابا وإيابا، وحتى إذا بتذكر عبد الجبار ببطولة 2015 اللي استضافت أستراليا وصلت الإمارات لنصف النهائي وفازت أستراليا عليها. على العموم المنتخب الأسترالي يبدو الأقرب للفوز، لكن الحقيقة المساندة الجماهيرية المتوقع حضورها للملعب قد ترجح كفة الإماراتيين. طبعا سيكون هناك متابعة جماهيرية، حتى الجمهور الأسترالي سيتوافد إلى أرضية الميدان لمتابعة فريقه ومساندته حتى الرمق الأخير. لكن أستراليا بصراحة ليست أستراليا عام 2015، أستراليا أضعف من المنتخب الذي شارك في كأس العالم، ليس منتخب الذي لكنه وصل إلى ربع النهائي عبد الجبار وقد يحرز اللقب. نعم أنا أقصد فقط أن المستوى الفني للكرة الأسترالية التي شاركت في كأس العالم أقوى بكثير عن المستوى يعني الذي يظهره المنتخب نتيجة طبعا اعتزال كاهل وغيره وإصابات عديدة في صفوف المنتخب. حتى يعني المنتخب الإماراتي ليس بالمستوى الذي كان عليه في 2015 رغم أنه يستضيف البطولة. نعم عبد الجبار، يعني أنا الحقيقة أخالفك الرأي بهالنقطة باعتبار أنه الكثير من النقاط قالوا أنه المنتخب الأسترالي الحالي أضعف بكثير من السابق، لكن المنتخب الأسترالي الحالي أثبت موجودية ويقدم مباريات جميلة ويعني ممكن يتوج باللقب. يعني فريق شاب، حتى اللاعب إذا بتذكر رقم 21 اللاعب الأسمر أيضا قدم مباراة جميلة أمام منتخب سوريا وحتى بالمباريات الأخرى أمام أوزبكستان. المنتخب الأسترالي خسر مع المنتخب الأردني في الافتتاح، لكن المباراة البداية كلها بنعرف عبد الجبار إلى ظروفها وفاز بالشق الأنفس على المنتخب السوري. عروضه باهتة بصراحة لم يقنع كما كانت أستراليا. يعني ترجح الإمارات على أستراليا عبد الجبار؟ لا ندري، طبعا كفتان متوازنتان وخاصة أن صاحب الأرض والجمهور سيسانده، وحتى هناك أمور أخرى ستساند المنتخب الإماراتي. الحديث يطول عن كأس الأمم الآسيوية، ننتقل إلى ملف الكرة السورية ولكن بعد فاصل قصير. بلغت أندية تشرين والفتوة والوحدة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس سوريا لكرة القدم بتحقيقها الانتصار على كل من مصفات بانياس والاتحاد وجبلة على التوالي. وجاء تأهل نادي تشرين بعد اكتساحه لجاره مصفات بانياس ب11 هدفا دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الصناعي في مدينة حما. وتألق في صفوف تشرين لاعبهم محمد مالطا بتسجيل 3 أهداف من أهداف فريقه. وفي مباراة أخرى بدور 16 فجر الفتوة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه نادي الاتحاد بفوزه عليه ب4 أهداف لهدفين على ملعب الفيحاء بدمشق. وسجل أهداف الفتوة كل من علي رمضان 3 أهداف هاتريك ومحمد جنيس من ركلة جزاء، فيما سجل الاتحاد محمد الأحمد من علامة الجزاء وحسام العمر. كما بلغ الوحدة الدور ربع النهائي على حساب جبلة بعد أن طرد حكم اللقاء 4 لاعبين من صفوف جبلة، والنتيجة كانت تشير لتقدم الفريق الدمشقي ب6 أهداف نظيفة. هذا وتستكمل مباريات الدور الثمن النهائي بإقامة عدة لقاءات، حيث يلتقي الكرامة مع السلامية والشرطة مع الوثبة والحرفيين مع الجيش والمجد مع الطليعة والنوعير مع الساحل. يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، حسن أبو زينب إلى محمد مالطا، كرة خطيرة جدا والهدف الثاني. طبعا تأهل حتى هذه اللحظة تأهلت 3 أندية للدور ربع النهائي من مسابقة كأس سوريا اللي هي أندية الفتوة وتشرين والوحدة. نبدأ بمباراة الحقيقة اللي كانت هي الأبرز إلى هذه اللحظة بين الفتوة والاتحاد، مفاجأة من العيار الثقيل يصنعها نادي الفتوة من الدرجة الأولى بتفوقه على الاتحاد المدرسة الاتحادية العملاقة.
طبعا ولا ننسى ان مدرسه الفتوه ايضا من الانديه العريقه، رغم ان ما يعانيهم في هذه المواسم الاخيره في نتيجه الظروف السياسيه والحرب في سوريا. فريق الفتوه ايضا من الانديه العريقه وحقق لقب الكاس ايضا، لكن المنتخب او نادي الاتحاد لم يكن في يومه، والنتيجه كانت برحيل المدرب احمد هواش عن القلعه الحلبية بعد تعرض الفريق لهزيمة كانت مفاجئة جدا. طبعا تألق كبير لنادي الفتوة، طبعا مهاجم علي رمضان سجل 3 أهداف هاتريك وقدم مباراة جميلة بقيادة الكابتن أحمد عزام، نجم من نجوم الكرة السورية، استطاع أن يقود الفتوة لانتصارين كبيرين في الدور ثمن النهائي وقبلها. طبعا أيضا تشرين انتصار منطقي، لكن النتيجة كانت ثقيلة نوعا ما ب11 هدف دون مقابل. طبعا المباراة كانت من طرف واحد، و يعني هل هيك فرق لو ما تشارك مو افضل عبد الجبار؟ لا، يعني تاكل 11 و12 و13. لا، ولكن الخطا يكمن في روزنامة الاتحاد السوري لكرة القدم، هذه الروزنامة التي تعاقب الأندية فعلا. انا اسميها عقوبة باعتبار ان فريقان يلعبان في ارض محايدة. كيف ذلك؟ كيف تجري بطولة وتريد التسويق لها ويلعبان الفريقان في أرض محايدة؟ كيف يلعب فريق مثل الكرامة وفريق آخر في ملعب آخر بعيدا عن ملعبيهما؟ في السابق كان الاتحاد السوري يضع روزنامة مثلا المباراة بين الجهاد، أحد فرق الدرجة الثانية والجيش، يأتي الجيش إلى ملعب الجهاد حتى يكون بمثابة كرنفال ويشجع فريق الجهاد على البروز. الآن الحالة عكسية. نعم، قرارات غريبة الحقيقة عبد الجبار. يعني تحدثنا بعتقد بأحد الحلقات أنه يجب يكون في عدل، يعني كل فريق بيلعب أرضه ذهب وإياب. يعني أنا لم أشاهد في تاريخ كرة القدم، لا في موزامبيق ولا في نيكاراغوا، قرار مثل هذا القرار. أن تلعب المباراة دور 16 في أرض حيادية. لماذا؟ ولمصلحة من؟ لمصلحة الكرة؟ أي نادي؟ الحقيقة نتمنى من اتحادنا الرياضي الموقر إعادة النظر بهكذا مباريات وهكذا يعني تصفيات. يعني الحقيقة منتخب الوحدة وجبلة أيضا الحقيقة كان متقدم الوحدة ب6 أهداف، لكن نتيجة طرد الحكم ل4 لاعبين أنهى المباراة قانونيا بفوز الوحدة ب3. هذا نتيجة ما زرعه اتحاد كرة القدم أن يلعب الفريقان خارج. طبعا أي نادي بده يتحمل تكاليف الانتقال من ملعب إلى آخر؟ لو كانت البطولة ذهاب وإياب تجري مباراة في دمشق وتجري المباراة الإياب في جبلة، يستفيد جبلة من ريع الجماهيري باستقبال الفريق الضيف ويبذل جهود، وتكون المباراة بمثابة مباراة استعدادية للفريق، حتى طبعا استعدادا للدوري الكروي التي سينطلق مرحلة الإياب قريبا، لا أن تكون عبارة عن مجرد مشاركة فحسب. نعم، يعني كأنه عم يقول لك الاتحاد الرياضي هي الفرق اللي بتتأهل لربع النهائي، كأنه عم يحدد. يعني لما بيلعب جبلة والوحدة خارج أرضه جبلة، من الطبيعي بده يفوز الوحدة، يعني الفارق الإمكانيات بين الفريقين. وحتى السلمية والكرامة إذا لعبوا مثلا خارج ملعب السلمية من الطبيعي أن يفوز الكرامة. يعني الفتوة الوحيد اللي شذ عن القاعدة بيفوزوا على الاتحاد. طبعا ظروف الفتوة تختلف عن ظروف جبلة. فريق الفتوة بكامله تقريبا يعسكر في دمشق منذ عدة سنوات، يعني كأنه يلعب على أرضه بصراحة. خلينا منطقيين، الفتوة كأنه يلعب، حتى وهنالك دعم أيضا لفريق المدرب فتوة. أحمد عزام يقيم في دمشق ومدينته دمشق منذ الأزل، يعني الفتوة يختلف عن حالة جبلة وبقية الفرق. طبعا تستكمل مباريات دور ثمن النهائي يوم الغد بإقامة لقاءين، عفوا 3 لقاءات، الوثبة والشرطة، الكرامة والسلمية، الحرفيين والجيش. الوثبة والشرطة عبد الجبار، الوثبة والشرطة مباراة متوازنة تقريبا ومتكافئة إلى حد كبير، مع أفضلية نسبية للشرطة. طبعا كمان ما فيها ذهاب وياب، راح يلعبوا بعتقد بأرض حيادية كالعادة. الكرامة والسلمية بعتقد تم نقل المباراة لملعب خالد بن وليد في حمص بناء على طلب نادي السلمية. بناء على يعني حتى الفريق الفريق السلمية الضعيف يعني وجد أن تقليصا للتكاليف يبدو أن نادي الكرامة قد
تحمل تكاليف هذه المباراة. نعم. أيضا الحرفيين والجيش مباراة الحقيقة بعتقد الجيش هو أقرب للفوز بالتأكيد. نعم. طبعا الحرفيين يمر في وضع صعب وهو في قاع ترتيب الدوري. نعم. السوري لكرة القدم. طبعا تختتم مباريات ثمن نهائي يوم السبت بلقائين المجد والطليعة النوعير والساحل. المجد والطليعة يعني نفس الكلام بينطبق على الوثبة والشرطة أيضا على المجد والطليعة. مباراة متكافئة فعلا ولحد كبير وسنشاهد حتى مباريات السبت ستكون مباريات قوية والفرق ستلعب مباريات قوية وستكون ند للآخر في المواجهات. بعتقد فرق الدرجة الممتازة أغلبيتها في طريقة لبلوغ ربع النهائي ما عدا فريق الفتوة اللي الحقيقة أثبت موجودية كبيرة هذا الموسم سواء بدوري الدرجة الأولى أو حتى بكأس الجمهورية. طبعا الفتوة وأيضا تأهل إلى الدوري الختامي المؤهل للدرجة الممتازة والذي سينطلق كما قرر الاتحاد. لا نعلم رزنامة الاتحاد الرياضي اليوم بيقرر وبكرة بيغير يعني القرار. كلام اللي يمحوه النهار هذا ما ينطبق على للأسف الفساد المستشري بالكرة السورية. رزنامة متخبطة إلى أبعد على كل الحديث. نعم. يطول. شكرا لك سومر. شكرا عبد الجبار. نهاية وقت البرنامج. شكرا. والشكر الأكبر لكم مشاهدينا الكرام على طيب وحسن المتابعة وحتى نلتقي في حلقة جديدة. هذه أجمل تحية من كادر برنامج الرياضة اليوم وإلى اللقاء. دمتم بخير وإلى اللقاء.